فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي تقريبا في اخر جزء من حصتنا اليوم. كما قلنا نحكي عن موضوع النادي الافريقي قبل شويه، خذينا انيس بن ميم. البارح كان معنا بالتليفون احمد التونسي المحامي اللي رفع قضيه ظهر لي لتكميم مسار الانتخابي. سمعنا وجهه نظره نتاعو. كما قلت اتصلنا بالجامعه حابين نسمعهم هما، ما حب حد فيهم يتكلم من الجامعه، قال حتى ناخذ ديسيزيون نتاعنا. حابين ناخذ شكون نوتر. كان معنا انيس بن ميم في الموضوع، ادلى بدلو في الموضوع وجهه نظر نتاعو القانونيه. اتصل بينا السيد احمد التونسي، حب يعاقب وحب يوضح بعض الاشياء بخصوص ما قاله انيس بن ميم. معنا احمد التونسي في المباشر. اهلا بيك استاذ. عسلامة خويا اسلام، ومرحبا بالسادة المستمعين نتاعكم الكل. مرحبا بيك. دونك شنو حبيت توضحوا بخصوص ما قالوا انيس بن ميم؟ والله كنت نستمع تو للمداخله نتاع زميلي الاستاذ انيس بن ميم. نحب نحييه الساعه من الاول على الحماس نتاعو في الحديث على الموضوع نتاع حيثيه الحكم، ونحب نستغرب كيفاش معناها حتى فطاحيله القانون كيبداو يحكيوا على قرار قضائي يقول لك ما نعلقش على قرار قضائي وما نحكيش عليه قبل ما نشوف حيثيته. الاستاذ انيس بن ميم اليوم يتحدث على منطوق حكم وبناء نظريه كامله بدون انه على الاقل يطلع على الحكم. نحن بيدنا مازال ما طلعناش على الحكم ولا حيثيته ولا كيفاش وصل للنتيجه هذيك. من ناحيه المبدا هو يقول لك استاذ المحاكم الاداريه حسب ما يقول هو بطبيعه انا مش مختص في القانون، المحاكم القضاء العدلي كما يتسميه ظهر لي بلغه القانون تعفخي مني ما هوش مختصين في الشان الرياضي. انا حمس لك انت مثالش، علاش ما مشيتوش في البروسيدور نتاع انكم تستينفوا لدى الجامعه؟ علاش مشيتوا في الناحيه هذه؟ خويا اسلام نحن رانا زاد رجال قانون ونعرفوا شنو بيان سور ونحن البارح حكينا على الخبر ورينا مصالح ساعة نحن حتى كي عملنا القضية ما نشرناش مثلا عرض الدعوة كي نعملوا عبيد أخرين احتراما للقضاء واحتراما نحن لخدمتنا وسرية خدمتنا وخلينا ينظر فيها معناها طرف واحد، وقلنا خليك يصدر قرار يكون فيه أكيد باش يكون فيه نحن شنو طلبنا وناهي الطريقة اللي طلبنا بها. أما مثالش كي يوصلنا باش نحكيه على الديتاي القانونيين هذوما إذا نفسر شوي للسادة المستمعين خاطر راهو في الأخر نتاع المداخلة نتاع زميلي العزيز فيها نوع من التحريض الضمني على علينا نحن حتى اللي اصدرنا القرار، ويحكي انه من بين معناها القرار هذا ينجم يعرض النادي الافريقي لعقوبات وغيره من الكلام اللي في الحقيقه معناها مبطن للاسف بسوء نية. يعني ما يدخلوا في النوايا استاذ ما حمل نعرفوا علاش معناها باش نحكيو عدم قانونيا نحكيو ما غير النوايا معناها وانت رجل قانون اكيد ديريكتومون نمشيو للموضوع يعني ديريكت انا نحكي بطريقه مباشره في حكايه عدم الاختصاص راي اثرتها الجامعه في المحكمة. أما ساعات اللي تبدأ حاجة تلمو سامبل وبسيطة ياسر لين ساعات تتعدى عليك على خاطر في أول القانون بتاع كرة قدم محترف ولا حتى قوانين الفيفا يحدد الأطراف المشمولة بالقوانين هذه ويقول جمعيات ويقول مدربين ويقول لاعبين ويقول مسؤولين ويقول وسطاء لاعبين، أما عمره ما كان يقول على ليزابيرون دي كلوب. نحن ليزابيرون دي كلوب نحن منخرطين في نادي إفريقي، القانون هذاك دونك ما يطبقش علينا ما نجمش يكون يطبق علينا. إيه نمشي معك ما ابعد انا. يحكي على التفويض بزميلي العزيز واللي اصدرته نادي افريقيا. نحن التفويض كانت عندنا ليه راهو تكييف قانوني معناها مش هكاك. نحن قلنا راهو هيئه معناها استقالت تقريبا الكل وقعدوا زوج من الناس واستعرفت وحدها هي اعترافا منها باللي هي هيئه منحله اعطت المفاتح للجامعه قلت لها يا خويا نضمن الانتخابات. تعرف ايش قلت لها؟ قلت لها مسار انتخابي، مسار يبدا من التعهد ويبدا ببيع الانخراطات ويوفى الى غايه نهايته كما حددته القانون الاساسي نتاع النادي الافريقي. ونمشي معك ما ابعد زاد حكايه في حكايه الجامعه والكاتب العام ولجنه المستقل. نحن جبنا للمحكمه العدليه اللي جمعيه النادي الافريقي هي اللي طلبت بالتفويض هذا وجبنا ما يفيد وقرينا زاد جبنا لهم ما يفيد اللي الجامعه قبلت التفويض هذا والجامعه ايش عملت؟ عدلت الكاتب العام التفويض هذا والكاتب العام ايش عمل؟ هزها اللجنه المستقله للانتخابات. وهذاك علاش نحن في الحكم نتاعنا ثلاثه اطراف موجودين. يعني معناها يبدا معناها عابد يحكي على حاجه ما يطلعش على تفاصيلها. استاذ كانك انت تحكي على اكيد تحكي على الشكل نتاع هو الاستاذ كان تستغرب من الشكل معناها انت كانك تحكي على المضمون نتاع ديسيزيون هو الشكل انت جاوبني على السؤال هذا هل انه القضاء العدلي هو الاختصاص ونجم ينظر في القضايا هذه؟ يا ودي نحن راهو قضيه فريده من نوعها ما تجيش ديما راهو
راهي سامحني رانا انا من جمعيه النادي الافريقي، راه هو يحكي عليا كاني انا قمت انا في حق جمعيه النادي الافريقي، انا من جمعيه النادي الافريقي، انا منخرط بجمعيه النادي الافريقي، راهو قانون قوانين كره القدم المحترفه ما تقولش المنخرطون بالجمعيات مثلا يخضعون لهذا القانون، للاسف يراجع القانون تو يلقى يلقاها ليزيكيب معنا الجمعيات، يلقى المسؤولين، يلقى وسطاء اللاعبين، يلقى اللاعبين ما يلقاناش نحن بصوره صريحه معناها كمنخرطين. واثنين نحن مانيش في نزاع، نحن تعرف شنو نحن فما مسار انقطاع الفتنة الانتباه، معناها جبنا الجامعه في كره القدم والهيكل نتاعها باش نحكيو معناها باش نفسروا لهم وجهه النظر نتاعنا من النص هذا، نمشي معاك انا ما ابعد تقول لي انت علاش ما في نفس القراء. هذا هو هذا هو السؤال اللي طرحناه، هاو باش نجاوبك باش نفرحك معناها فهد الساده مستمعين توضح لهم مش فهدني انا يا استاذ. تعرف الوحيد اللي كان يستند في القرار هذاك شكون؟ سي محمد علي البغديري والقائمه نتاعو، على خاطر هم الوحيدين اللي عندهم الصفه بما انهم قدموا الترشح نتاعهم وما تقبلش. نحن كمنخرطين ما نجموش نستين في القرار هذاك، هذاك القرار باسقاط قائمه وانهاء مسار، انهاء المسار تو وليت انا تبدلت كيفاش نقولوها المعطى القانوني نتاعي، تبدل المركز القانوني نتاعي ورجعت منخرط. اما تعرفش ايش يعطيني صفه الانخراط حسب القانون الاساسي وفصل 10 بتاع النادي الافريقي، تعطيني صفه المترشح المحتمل، لانه اول صفه لانسان ينجم يترشح هيئه مدير انه يكون منخرط الافريقي انه يكون منخرط. وانا مشيت المحكمه بالصفه هذيك، ودونك من مصلحتي انا كمترشح محتمل باش تتحل مره ثانيه الجلسه الثانيه هذه اللي تحدث عليها الفصل 28 تاع قانون الاساسي للنادي الافريقي. وبالربي نحب نزيد نفكر بحاجه واحده اخرى، خاطر هما كي ينساو الفصل 28 هذايا راهي الجامعه التونسيه لكره القدم هي بيدها تعهدت في قانون في انتخابات 2018 على بموجب الفصل هذايا، وقت اللي اللجنه المستقله للانتخابات تاع النادي الافريقي رفضت زوج قوائم والناس تفكر شنو صار؟ مشاو وفما رفض، مش فما زوج قائمات ما تقدموش، فما زوج قائمات تقدموا وترفضوا. شنو صار؟ مشاو وبعد استقالت لجنه المستقله للانتخابات شنو صار؟ مشاو للفقره الاخيره الفصل 28 وفعلوه، ومشاو في جلسه انتخابيه ثانيه في ظرف شهر او شهرين وتعهدت بها الجامعه، معناها ما تنجمش تكون معناها شيء ونقيض وراء، ما تنجمش تو تقول لي راهو التفويض راهو كان يتحدث عن انتخابات، نحن مازلنا نتحدث عن التفويض الاولاني، راهو ما مشيناش التفويض الثاني، راهو مازلنا في المسار، نحن ما عاودناش المسار، ما مشيناش في انتخابات ثانيه. راهو المسار ينطلق بالتعهد وبيع الانخراطات وينتهي اذا كان ما صارش الجلسه الاولى ينتهي بجلسه ثانيه، هذا هو اللي صار معناه، وهذا هي القراءه نتاعنا، وهذا هو علاش المحكمه حكمت. في 18 انت مطلعك فهمني على القوانين استاذ، في فهل في القوانين موجود انك تمشي للقضاء العدلي؟ هاني جاوبتك، انا هاني جاوبتك، القضاء العدلي راهو بالاساس هو معناها قضاء يتسع لجميع الدعاوى الا ما خرج عنه بنص خاص. شنو هو النص الخاص اللي باش يخرج باش يخرجنا من غادي؟ هنا قلنا قوانين كره قدم محترفه، قوانين الفيفا، القوانين هذوما حددت الاطراف اللي مشموله بالقضايا الرياضيه بالنزاعات الرياضيه، قالت راهم الجمعيات وراهم اللاعبين وراهم وسطاء ما فماش المنخرطين المسؤولين الرياضيين، ما قالتش منخرطين للاسف. فهمت كيفاش؟ نحن استغلينا الصفه نتاعنا كمنخرطين ما نخضعوش لغادي، بالعكس نحن كان مشينا في القضاء الرياضي باش تقول لي وقتها انت شنو يصير؟ كان راهو القانون حدد لي شكون ينجم يجي نزعني، انت نادي الفريق ماكش نادي الفريق، انت راك منخرط في نادي الفريق. فهمت العمليه؟ واضح. راهو فما فرق بيني انا منخرط في نادي الفريق وبين نادي الفريق. استاذ يقول القائد علاش متشبثين انتم باستكمال المسار هذا في الوقت اللي ما فما حتى قائمه تقدمت، فما حتى حد اعرب عن نيته معناتها في الترشح وحتى قدم الملفات نتاعو بخلاف السؤال حلو برشا. راهو التشبث نتاعنا مش جديد، راهو فما مرة الرئيس سليم الرياحي أقال الهيئة المديرة كل وقت وقعد هو رشيد زمرلي هكا هو كيما هكا زاد وقتها بعثنا له تنبيه قلنا له راك تعتبر هيئة منحلة وقتها مشكور مشى حل انتخابات ديريكت مثلا. كيف نحن رانا في وضعية غير شرعية، نحن نراو كرجال قانون اللي ما عندناش تو هيئة مديرة في النادي الافريقي، هم فما حد قاعدين يسيروا في الأعمال راهو معناها ريت كما معناها كما الحكومه التي تسير الاعمال الى حين وجود حكومه شرعيه. نحن في النادي الافريقي ما عندناش هيئه مدير، نحن نحب يكون عندنا هيئه مدير. هم فما حد قدم استاذ، هم فما حد قدم راهي كانت فاشله رياضيا وتنظيميا واللي تحب عليه الكل، ومش انا اقول هذا ولا الجمهور يقول هذا، النتائج تقول هذا وقت اللي تستقيل الكل
تعلن عن فشلها. دونك نحن نستناو في التغيير، وراو كي جيت 3000 منخرط للجامعه التونسيه لكره القدم من جميع اسقاع الجمهوريه، راهم يحبوا يغيروا حاجه في النادي الافريقي. اي استاذ التغيير كي نحبوا غير، نحن 4 مناس 5 مناس نحبوا هيئه مديره جديده يا خويا شرعيه منتخبه، من حقنا ولا مش من حقنا معناها. اي استاذ هذا التغيير تحكي عليه انت، ما فهمتها، ما فماش كون حب يغير، فما حد قدم معناها. هاو قدم البغدير وترفض، كيما قبل في 2018 قدموا زوج قائمات مروان حمودية وعبد اليوسي وترفضوا، وبعد مشينا في جلسة ثانية كيف كيف تو قدم البغدير وترفض وعن الحق في جلسة ثانية. هذا معناه يمنحونا القانون، راه مش نحن معناه من راسنا ولا نفرضوا فيه. هذا قانون نادي الفريق. خاطر فما شكون اللي يقول استاذ الفلوس اللي جات هي اللي خلات الناس معناتها تولي ترجع حساباتها شوي ولا؟ لا انا التنبيه اللي عملناه قبل ما تكون فما فلوس ما يكون حتى شيء. اقسم بالله العظيم لا عندنا حتى غايه ولا عندنا حتى معناها اريق ولا عندنا حتى علم بحكايه الفلوس هذه وقت اللي بدينا المساء. راهي الحكايه الكل بدات في بالنا بالحق الجامعه التونسيه لكره القدم قرات القانون بطريقه معناها ما متعسفه معناها. واصلا كان في التنبيه هذاك مثلا كانت نجم تجاوبنا وتقول صحيح والله صحيح في الفصل 28 اوكي دونك نحل معناها، فهمت العمليه وقتها اللي نحكي او بالتاريخ كل شيء موجود، فماش حتى عقد وفماش حتى فلوس. باهي استاذ باش يكون النقاش بناء اكثر وانتم زوج مختصين معنا في القانون نخليكم بيناتكم على تشوفوا شنو الحكايه معنا. استاذ انس بميم هاو نحكيوا شويه بيناتكم اكثر على الموضوع هذا. استاذ اهلا بك من جديد. مرحبا بك. اهلا بك استاذ مالي. باهي كنت تسمع في استاذ احمد التونسي، شنو ردك على الكلام اللي قاله استاذ؟ والله شوف هو اذا كان صفه المنخرط اللي يحكي عليها الاستاذ اللي هي تخول له باستكمال او عقد حتى جلسه انتخابيه ثانيه، راه نفس الحكايه نجم يتوجه الى الهيئه المستقله للانتخابات لتعطيه الصفه باعتبار انه تعهدها ينجم يكون اما من احد القائمات المترشحه او من المنخرطين او بتعهيد من الهيئه المديره باش تعاود تطلب منها تعهد بانتخابات النادي الافريقي، وتطلب من الهيئه المديره تتعهد وتصدر قرار في شهاده. ولابرافو اليوم عندنا قضيه في منوبه تعهدت بنفس المسار، عندنا قضيه في المقنين جمعية سبورتينغ المكنين صدرت قرار بإلزام الهيئة المديرة بتعيين موعد انتخابات وإصدار البلاغات اللازمة وبيع الانخراطات، وتحدد هي بعد المكان وطريقة البيع كل شيء. خاطر اليوم حتى كي نحكيه على المسار الانتخابي الأولاني، الانتخابات الأولى تمت على ضوء انخراطات 2019-2020 اللي اليوم انتهى موسم الرياضة 2019-2020، دونك لازم عاود بيع انخراطات جديدة 2020-2021 وانطلقنا في الموسم الجديد اللي يبدأ بعد نهاية جويلية. المنخرط العادي معناه أستاذ عنده الحق يطلب الاستئناف معناه؟ من حقه. أنا واحد من الناس قمت بها برشا مرات واستجابت لجنة الانتخابات، أنا عطيتك توا ما عندهاش برشا معناتها مكنين قام بها احد المنخرطين، وطلبنا تعهيد للهيئه المستقله للانتخابات وتعهد الهيئه المستقله للانتخابات بالنظر في الملف وخذت هي في يد المسار الانتخابي. ما نمشيو للمحكمه الابتدائيه لانه في الاخر هو ما القضاء الاستعجالي ينظر لكن بدون مساس بالاصل، اذا كان ولا فما نزاع في الاصل بطبيعه الحال باش ترفض القضيه بعد. واضح. ما عادش عندي برشا وقت سيد احمد، مازال دقيقه في الحصه نتاعنا، ما عادش شنو ردك على الكلام هذا؟ والله العظيم نسمعك قسما بالله. او باختصار نقول لك انا لب الموضوع، قال لك اي منخرط معناه عنده الحق يمشي يستينف معناه، مش صحيح اللي ما عندك صفه معناه. لا انا نحن رينا انه كان نستينفو معناه باش ترفض شكلا، خاطر راهو اللي ما عندناش صفه ولا مصلحه باش نستينفو القرار هذاك. هو يقول هكا، ما انا معناه والزملاء اللي معايا كل حد وقراءته رينا العكس، ولا بروف نحن كي مشينا في الاتجاه الاخر في البحث حكم السنه، ومازال المسار يبدو انه مازال مسار، خاطر كي نسمع التدخلات هذه نفهم اللي وجهه نظر الجامعه. ولو انه احنا اتسلم به باش نكون واضحين كل شيء سيد احمد التونسي. نحن زميل هذاك ومرحبا به في كل وقت. اي باش نوضح الامور، نحن اتصلنا بالاستاذ بن ميم حابين ناخذ رايه في الموضوع. دونك شكرا لكم الزوز انيس بن ميم المحامي المختص في القانون الرياضي، وكذلك الاستاذ احمد التونسي المحامي رفع قضيه من اجل استكمال المسار الانتخابي في جمعيه النادي الافريقي. هكا نقطه النهايه الفير بلاي اليوم. اجمل تحيات اسلام المدب، شكرا على باشا في الاخراج ادم المدب في اللايف ستريمينج، وشكرا لفدوى الدريدي في الاعداد. موعدكم غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت من 3 حتى 5 مع انيس السحبي.